والصوم بالخصوص فيه فوائد كثيرة للإنسان، لأن الإنسان المسلم في هذه الحياة في حياته الدنيوية فتحت عليه 5 جبهات يجاهد فيها في وقت واحد. الجبهة الأولى جبهة الشيطان، وهي جبهة عظيمة لأنه يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما قال الله تعالى ثم حكاية عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله لأغوين أكثر الناس، قال الله تعالى حكاية عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بصدق يمينه هذه على أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس وأنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهذه الجبهة أعان الله عليها في رمضان بأمر مهم، وهو أنه صفد مردة الشياطين وهم أقوى وأعتى جنود إبليس في هذا الشهر من أوله إلى صلاة العيد، فهم في تصفيد لا يمكن أن يصلوا إلى الإنسان بضرر إلا ما يحصل من الوسواس. فما يحصل من الذنوب أو الجنون أو الوسواس في رمضان إنما هو من كيد ضعفة الشياطين لا من كيد مردتهم، فمردتهم مصفدون. فإذا هذه الجبهة الأولى. الجبهة الثانية: النفس الأمارة بالسوء، ونفس الإنسان التي بين جنبيه تأمره بالسوء، كما قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل ما له من الحقوق دون مسامحة، ويتساهل في حقوق الآخرين التي لديه فيحاول التقصير فيها ونقصها ما استطاع. والتطفيف حذر الله منه في كتابه فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم عجزا وهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ: يقال لكل شيء وفاء وتطفيف. ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة على المنبر، فدخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: ما هذا التأخر يا فلان؟ قال: ما هو إلا كنت في عملي فسمعت النداء فتوضأت وأتيت. فقال: والوضوء أيضا؟ لقد طففت. فجعل هذا تطفيفا. فالموظف الذي إذا نقص شيء من راتبه غضب وسعى لمعرفة السبب وينقص هو من الوقت ومن العمل ما استطاع مطفف. وهذه الجبهة هي جبهة النفس الأمارة بالسوء، أعان الله عليها في شهر رمضان بانكفافها عن الملذات والشهوات وعن هوى النفس. فالصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الله جل جلاله، فلذلك تنقاد نفسه للطاعة وتمتثل لاجتناب المنهيات. فما لا يصبر عنه الإنسان في غير الصيام يجد نفسه مقادة للصبر عنه لصيامه. والجبهة الثالثة: إخوان السوء الذين يغون الإنسان وتصل إليه عدواهم في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وأخلاقهم، والإنسان مضطر لمخالطة الناس، والناس الذين يخالطهم على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا، وهو الذي يعينه على أمور الدين فيعلمه ما جهل ويذكره إذا نسي ويعينه إذا حضر ويدله على الله بقوله ونصيحته وبتصرفه والاقتداء به، فهذا أخ كالغذاء لا يستغني عنه الإنسان أبدا. ولذلك أرشد الله إلى مصاحبته وملازمته، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والنوع الثاني: أخ كالدواء يحتاج إليه الإنسان في بعض الأحيان دون بعض، لكن لا يمكن أن يستعمل الإنسان دواء وهو غير مريض، وإذا مرض فإنه لا يمكن أن يستعمل الدواء جزافا من غير الرجوع إلى طبيب ومن غير تحديد الجرعة ووقتها وحجمها. وأيضا تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على جميع الأدوية إن هذا الدواء مستحضر مضر لصحتك وننصحك بالابتعاد عنه. ويلزم في الذين ينفعون في أمر الدنيا ولا ينفعون في أمر الدين أن يزهد الإنسان أولا فيما في أيديهم وأن يتقلل منهم وأن لا يرفع إليهم من حوائجه إلا ما هو مضطر إليه أو ما يشبه الضرورة. وهذا النوع من الإخوان هم الذين يعينون الإنسان على أمور دنياه. النوع الثالث: أخ كالداء، فهو مرض لا ينفع الإنسان في دين ولا ينفعه في دنيا،
يضيع وقته وعمره ويلهيه ويشغله عن الله جل جلاله. وهذا نوع من الإخوان هم أعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا النوع جبهة مفتوحة على الإنسان، وقد أعان الله عليها في شهر رمضان، فإخوان السوء لا يروق لهم الجلوس والتحدث إلا على الموائد، وبالأخص الموائد المحرمة، ولا يحبون الكلام إلا في الأمور المحرمة، فهم بمثابة الذباب يبحث عن القدر فينزل عليه، ولا يمكن أن ينزل على ما سواه. والجبهة الرابعة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، فهذه الدنيا التي نحن فيها هي ضرة الآخرة، وفيها كثير من المفاتن والشهوات التي يلتهي بها أهلها وأصحابها وأصحاب حرفها. وقد حذر الله تعالى من مجرد النظر إليها، فقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وحذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خبرة حلوة، وإن مما ينبت الرضيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ففلتت وبالت ثم رتعت، ونعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. ومفاتن الحياة الدنيا مضرة على الإنسان إذا تعلق بها، لأنها ستكون أكبر في عينه مما ينتظره في الآخرة، فتكون مبلغ علمه ومنتهى أمله، ويفكر فيها فيشغله ذلك عن ضرتها التي هي الآخرة. والانشغال عن الآخرة هو موت القلب، فالإنسان الحي القلب لا بد أن يفكر في العرض على الله والوقوف بين يديه، ولا بد أن يفكر في انتقاله من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه الجبهة هي جبهة الحياة الدنيا ومفاتنها وشهواتها، أعان الله عليها في شهر رمضان بالصيام، فالصائم مستغن عن الدنيا، لا يحتاج إلى طعام ولا شراب ولا شهوة، فهو مستغن، ولذلك يستطيع أن يجد وقتا للجلوس في المسجد، ويستطيع أن يجد وقتا لمتابعة الدرس، ويستطيع أن يجد وقتا للذكر في خلواته وجلواته، فهذا عون على هذه الجبهة الرابعة. الجبهة الخامسة هي نعم الله سبحانه وتعالى المسبغة التي لا يمكن إحصاؤها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فهذه النعم الناس فيها على أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها، وإنما يعرفونها بزوالها، ما دام أحدهم آمن في صلبه معافا في جسمه، لا يشكو سرطانا في كبده، ولا فشلا في كلاه، ولا ضعفا في عضلة قلبه، ولا صمما في أذنيه، ولا عما في بصره، ولا شللا في جوارحه، لا يحس بهذه النعمة. فإذا شخصت حالته وأخبره الطبيب بما لديه من هذه الأمور ندم حيث لا ينفع الندم، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروا النعمة لأنهم كانوا فيها فلم يتذكروها، وبعد مزايلتها ومفارقتها حظهم منها الندم حيث لا ينفع الندم. والنوع الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، لكن لا يعرفون من أين أتت، فيظنون أنها من تلقاء أنفسهم أو من ميراثهم عن آبائهم وأجدادهم أو من جدهم واجتهادهم، وهؤلاء مغرورون، حالهم حال قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فلا يمكن أن يشكرها لله لأنهم يظنون أنها من عند أنفسهم لا من عند الله. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم يهدمون الدنيا ويتصرفون فيها، وهؤلاء لا يمكن أن يشكروها أيضا لانغماسهم وانشغالهم بها، حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذر الله من هذا الحال إذ قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله،
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.